معا نطرق سويا أبواب القرآن الكريم بحثا عن تفسير جديد يتناسب مع عصرنا بما فيه من تحديات واحتياجات. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أهلا بكم معنا في أبواب القرآن، رحلة يصطحبنا فيها الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. بدأنا في الحلقة الماضية حديث عن الحوار ومقاصد الحوار في القرآن الكريم، وتوقفت مع حضرتك عندما توقف البشر عن الحوار وعن محاولة الإقناع بالحجة إلى أنه بقى عندنا ما يسمى بتكفير الآخر اللي أنا مختلف معاه، ويمكن ده ظهر حتى في عصرنا الحديث، يعني أنه عندما اجتهد طه حسين وقال رأيا كفروه، وعندما حاول فرج فودة أن يجتهد أو أن يقول شيئا قتلوه، وحتى عندما قدم أدبنا نجيب محفوظ ما اعتقد الآخرين أنه هو يحاول يكتب تاريخ الإنسانية مرة أخرى من وجهة نظره في أولاد حارتنا حاولوا ذبحه. ثم الدكتور نصر أبو زيد عندما قدم طرحا طردوه. هنا عاوز أتوقف مع حضرتك عند التكفير، كلمة التكفير. ممكن اتكلمنا على الجاهلية ومجتمع الجاهلية وقرينا أو دخلنا من أحد أبواب القرآن إلى تفكيك هذه القضية، قضية التكفير كيف تراها ومن أي باب في من أبواب القرآن ندخل إليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية قبل ما ندخل في القضية هنشوف ليه التكفير وليه وصل الناس إلى القتل. احنا قلنا قبل ذلك إن الحقيقة في ذاتها مطلقة واحدة، لكن لما تلبس بها الإنسان صارت زمنية وصار الفهم مختلف. أنا علشان أقتلك وأكفرك إذن أنا اعتقدت أني صاحب الحقيقة. الفهوم المختلفة دي لا، فيش فهوم مختلفة، فهمي أنا فقط. وبالتالي مدام فهمي أنا هو الحق فكل الفهوم الأخرى على باطل. ده المنبع. فتجد كل التكفيريين والجماعات دي هو في تصوره أنه على الحق وأنه هو الذي ينجو يوم القيامة وأنه هو المستمسك بالدين، ومش فاهم أنه في رأي ورأي آخر وأنه في حوار وأنه في قناعة وعدم قناعة. كل ده غايب عنه لأنه هو يعتقد أنه وحده الذي يمتلك الحقيقة. دي النقطة الأساسية. النقطة الثانية أنه إحنا لو تعلمنا الحوار في القرآن وأن الله حاور إبليس وأن الله حاور الملائكة وإن النبي حاور أهل الكتاب وإنه في حوار مع أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا اقتلوهم لا فقولوا إنا مسلمون. يبقى هنا المنهج التكفيري ومنهج القتل ده منهج يخالف القرآن الكريم. أنا فرضت جدلا أن نجيب محفوظ اتكلم في أولاد حارتنا من فلسفة مادية ملحدة، فرضنا هذا، وأن طه حسين تكلم من آراء استشراقية ضد القرآن، وأن فرج فوضى طعن في الشريعة، وأن نصر أبو زيد طعن في القرآن. فرضنا هذا، يبقى ما هو المنهج الذي أمرني به الإسلام؟ منهج الحوار. إذا كان النبي كما قلنا عليه الصلاة والسلام حاور المشركين وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فأنت مع المخالف لا تملك إلا الحوار. أنت حتى لا تملك الهداية، صحيح، لأن الهداية بيد الله. أنت لا تملك، وطبعا الهداية تأتي في القرآن بمعنيين، تأتي بمعنى خلق الهدى
ودي يختص الله سبحانه وتعالى بها، وبمعنى الإرشاد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني أرشدناهم. فأنت تملك هداية الإرشاد، تملك أنك أنت ترى أن ما تطرحه هو اللي فيه الهداية أو فيه الخير للمقابل، قابل أو لم يقبل هذا شأنه. أما أن تنتقل من حوار فكري ومن حوار جدلي إلى رفع السلاح وإلى التكفير، طبعا التكفير هو الأساس، لأنه كما يقولون التفكير يترتب عليه التفجير، وهو بيفكر. صحيح، هي مرحلة للقتل. يعني أنت تبدأ بالتكفير ثم تلجأ إلى العنف أو القتل بعد ذلك. يعني أنا كنت قرأت كتاب لبعض الدعاة، أو مش الدعاة، يعني واحد كان منتميا للتيارات الإسلامية في أسيوط، الدكتور ناجح إبراهيم، وأهداني كتاب لي لا أذكر اسمه الآن، كان بيقول هو في السجن بيتحاور مع واحد من الجماعات دي فبيكفر كل الناس. فقال له طيب أدي ورقة وقلم، قل لي مين المسلمين. فقال لي كتب اسمه هو والأمير بتاعه فقط والعالم كله، لأنه هذا يعني هو يظن أنه يمتلك الحقيقة. فالطيار أخطر حاجة يعني فعلتها الجماعات الإسلامية والجماعات المتطرفة والإخوان، أنهم أعلنوا للناس بطريق مباشر وبغير مباشر أنهم أصحاب الحقيقة. ولذلك يدخل السجن لك في سبيل الله، ده عندهم كمان اللي ما دخلش السجن ده إسلامه فيه كلام. يعني هم فيما بينهم يجي يتكلموا مع بعض، يقولوا انت دخلت السجن، يقولوا اسكت، احنا دخلنا السجن واحنا تعذبنا واحنا تحملنا، وهو يظن انه هذا يعطيه مرتبة وهذا يعطيه رفعة. والعيال اللي قتلوا فرج فوده كانوا في السجن الجلاليب البيضة واللحى، الله أكبر ولله الحمد على أنهم هم في سبيل الله وفعلوا فعلا يقربهم إلى الله. وهم لا يعلمون أن سفك الدم هذا من أعظم الجرائم عند الله عز وجل. فأنت مع فرج فوده أو غيره أنت لا تملك إلا الحوار فقط. ده اللي أراد القرآن أن يرسخه في أذنة الناس، أنتم عقولكم مختلفة، بيئاتكم مختلفة، معتقداتكم مختلفة، ثقافاتكم مختلفة، هتختلفوا. والاختلاف سنة، يعني ولا يزالون مختلفين، ده القرآن بيقول كده، قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لكن ما جعلناش أمة واحدة، جعلنا مختلفين. وأسباب الاختلاف ده بقى أمور كثيرة جدا، لغوية وضرورية وعقلية وفكرية وثقافية وكذا كذا. يعني أنت لن تختلف مع واحد ممن يعني في غير ثقافتك إلا يعني لو أنا مثلا جلست مع الدكتور نصر أبو زيد، وأنا جلست مع الدكتور حسن حنفي، بجد طرحه من قناعات فكرية عنده، هو مش قاعد كده عاوز يطعن في الدين كما يظن الناس. لا، إنما هو ليس يعني هو مش مخطط، هو بيطرح فكره، بيطرح فكره الآخر بقى بفهمه، هو من يعتبر أن هذا الطرح يطعن في الدين أو يطعن. وأنا أقول حاجة يعني أرجو الناس تفهمها كويس، فرق بين الإيمان وبين البحث العلمي، بمعنى مفيش تلازم. يعني أنا قد أكون مؤمنا بالله ومؤمنا بالشرع، لكن بطرح بحث علمي. يعني مثلا أنا رجل مؤمن تماما 100% بالقرآن، لكن أنا مدرس الإعجاز بطرح، بتجيني إشكالات، بتجيني اعتراضات ذهنية، ببحث ليها في البحث العلمي عشان أصل إلى نتيجة. ده شيء والإيمان شيء. فذلك نصر أبو زيد في أكثر من جلسة أعلن أنه مؤمن بالله، لكن ده طرح علمي. ففرق بين البحث العلمي وبين الإيمان، أنت قد تكون مؤمنا لكن البحث العلمي وأنت بتقرأ بتعرض لك مشكلة، تعرض لك شبهة. في ناس كتير بمناسبة ما تقوله حضرتك عن الدكتور نصر أبو زيد، يعني لما زوجته بعد وفاته أفصحت عن بعض أسراره، يعني قالت إنه في رمضان كان يصلي بها إماما وكانت تستمع له وهو يعني يتلو القرآن في الصلاة، وكانت بتأنس لصوته. يعني إذا مسألة أنك تكون مؤمن أو غير مؤمن هذا ليس له علاقة بأدائك في البحث العلمي، قد تطرح إشكالية. البحث العلمي يقوم على أنك تكون موضوعي. فأنت الآن تبحث في قضية، طيب أنا الآن لو أبحث في قضية الملائكة هل اعترضت على الله أو لم تعترض، أو في خلق قبل آدم أو ما فيش خلق،
تقول لي انت كافر. هذه قضية علمية. قضية عن مبحث وابتدت شبهات. يعني هذه الأسئلة لا يمنعك أن تقف في الصلاة وتصلي بهذه الآيات. بالضبط. يعني ده انت, ده في نهاية انت في النهاية مسلم ومؤمن. يعني لما أصير الجدل قديما على الدكتور زكي نجيب محمود الله يرحمه في الوضعية المنطقية. ده بحث علمي هو بيبحثه. لكن هذا الرجل لا ينفي أنه مؤمن وأنه مسلم. وكان يتكلم عن القرآن بإجلال. والدكتور نصر أبو زيد أنا سمعته في قناة الجزيرة في حواره مع عمار قال له لا أنا مؤمن بالقرآن. يعني أنا بسأل سؤال إذا وهذا يكفي بالمناسبة. بالضبط كنت لسه عايز أقول يعني أنت بتسألني يا دكتور محمد أنت مسلم بقول لك أنا مسلم ومؤمن بالله ومنت بتحاول تكفرني أنا بقول لك أنا مسلم ولم آتي بأمور ضرورية تنقض هذا الإسلام. فالبحث العلمي شيء والإيمان شيء. طب ده يخليني أرجع ليه هذه القضية وإشكالية التكفير وعلاقتها بتغييب الحوار وقيمة الحوار وثقافته لفكرة إنه يقول لك من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. لأنه هذه الجملة بتستخدم طول الوقت في الدفع بتكفير آخرين. يقول لك إنه فلان كافر ليه كافر؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أنا قبل ما أجيب على النقطة دي برضو عايز أقول إنه نفس اللي حصل مع هذه المجموعة اللي ذكرتها في التكفير حصل مع أئمة من المسلمين. يعني حصل دوت مع محمد عبده. محمد عبده لما قال إن الطير الأبابيل هي جراثيم كفروه. كفروه تماما. ده حصل زمان مع الطبري وأحاطوا ببيته وقتلوه. نعم. يعني إمام الطبري اللي هو بيعتبروه إمام المفسرين. وانه تفسيره ده يعني لا قبل ولا بعده. البذره الاولى في التفسير مات محاصرا في بيته وقتلوه. نعم. فقصدي اقول انه ولذلك العلماء عندهم قواعد بياخدوها من النصوص يقول لك لا يرمى المسلم بكفر ولا بظلم ولا بفسق ما دام له دليل وان كان مخطئا فيه. دي مسألة الاجتهاد دليل وان كان مخطئا فيه. الامام الشاطبي بيقول انه من ضمن الذي يدخل تحت مرتبة عفو الله يوم القيامة يقول عثرات المجتهدين. مجتهد يخطئ ومع ذلك ربنا يدخله الجنة ويعفو عنه. عقله وصله الى هذا، فكره انتهى به الى هذا. طيب انت بقى بتحول هذا الفكر الى امور وتبحث في المقاصد. طيب لو هاجل برضو شويه من انكر معلوم من الدين بالضروره، لانه ما حضرتك بتقوله بيثير قضيه تانية مهمه جدا بالنسبه لي. هو ليه هناك خوف من الاجتهاد؟ يعني عندما يطرح احدهم راي او قضيه او مساله علميه زي ما حضرتك قلت، فتجد انه يقول لك انه عايز يهد الدين. هل الاجتهاد حتى لو كان فيه خطأ يمكن أن يهدم الدين؟ لا، وإلا ما كانش الإنسان فتح باب الاجتهاد. هو الإنسان ده لا يخطئ بنص القرآن، الإنسان يخطئ. ودم فتحت له باب الاجتهاد إذن هو معرض للخطأ. الصحابة اختلفوا واجتهدوا. يعني إلى الآن مسائل المواريث التي يفتى بها في العالم مسائل مسلمة. ومع ذلك ابن عباس خالف الصحابة كلهم في مسائل في المواريث. سيدنا علي خالف في مسائل من المواريث. وهي مسائل موجودة ومعلومة واختلف فيها الصحابة. وابن عباس لغاية ما مات وهو يتحدى ان هو عند رأيه وانه لن يتنازل عن رأيه، ما حدش كفره. والاجتهادات مشت هكذا لغاية ما جينا من بداية التيار السلفي. ده اللي أشعل الموضوع. اللي هو كتاب وسنة بفهم سلف الأمة أغلق الاجتهاد. فزي ما قلت لحضرتك تيجي تتكلم يقولك لا هو الدكتور محمد ده أعلى من الطبري، هو ده يجي في الطبري، ده يجي شعر في الطبري في القرطبي، أغلق في الفقه. يا عمي في قضايا فقهية عند الأئمة تناسب ظروفهم ما تناسبناش الآن. هو أنت هتهدم الفقه؟ أنت هتهدم الدين؟ أنت وبهذه الطريقة الغوغاء. فترسخ عند الناس ان اي اجتهاد. انا مرة قلت في تفسير آية معنى معين وكان موجود على اليوتيوب، ووجدت كمية من السب
ومن الشتائم ما الله به عليم لمجرد انك انت بتحاول. هو انت هتجتهد ما شاء الله. دي كانت ايه يا دكتور؟ دي كانت ايه؟ كانت عن الربا اضعافا مضاعفه. فالعلماء بيقولوا ان الربا مطلقا محرم. انما اضعافا مضاعفه بيقولوا ده قيد لبيان الواقع. يعني كان العرب في الجاهليه بيتعاملوا بهذه المعاملات ان اديك 10 ب 20 فده ربا مضاعف. فالقران جه يبين صوره للواقع، مش بيقول لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه وغير المضاعف كلوه. لا، هو القيد دوت لبيان الواقع. فانا قلت هذا الراي. يعني انا قلت ايه؟ لا، انا قلت راي تاني بقى، اللي هو يعني انه لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، انه هنا لا تاكلوا الربا عشان يمشي مع آية البقر. ونقف وقوف لازم. وبعدين كأنه في استفهام محذوف بيسموه استفهام إنكاري. أضعافا مضاعفة؟ لا تأكلوا الربا عموما. وبعدين بستنكر عليك، أضعافا مضاعفة؟ يعني عايز تاكله كمان أضعافا مضاعفة؟ وحذف همزة الاستفهام، هو تأكيد للتحريم يعني. حذف همزة الاستفهام في اللغة وفي القرآن كثير. لا، ما تفهمش كده و انك لا تجتهد يعني. لا تجتهد. فالقضية نحن فتحنا كما قلت حضرتك في الحلقة السابقة، فتحنا باب الاجتهاد نظريا. يعني حتى في المؤسسات اللي هي مفروض بترعى البحث العلمي. انت لو جبت رأي في رسالة بدءا من الدكتوراه، او جبت رأي في البحث في الترقية، او قلت رأي عموما يخالف الشائع، ينالك الأذى. من المؤسسة ومن الشارع. من الشارع، لا قلنا الشارع أمر معتاد يعني. الشارع التابع كمان. لكن من مؤسسات المفترض أن هي قائمة على البحث العلمي. ولذلك العقاد في كتابه اللي هو التفكير فريضة إسلامية، قال إيه موانع العقل؟ إيه اللي يمنع العقل أن يفكر؟ قال الإرهاب. الارهاب من السلطة، الارهاب من المجتمع، الارهاب من المؤسسة. هي اللي خليك ما تفكرش، فده من موانع العقل عن التفكير. انك انت تجد ان الناس هتقوم عليك، ولذلك يقول لك يؤثرون السلامة. صحيح، ناس تسكت، ناس كتير سكتت. ولذلك في مثلا مسألة برضو تجرنا في اصول الفقه، في اجماع قولي وفي اجماع سكوتي. تقول ايه الاجماع السكوتي؟ يقول لك تكلم البعض وسكت البعض. اللي بيطعم في الاجماع السكوتي يقول لك سكوتهم مش دليل على انهم موافقين، يمكن خايفين يتكلموا فيما يمنعهم. يعني يمنعهم. هو خايف يتكلم فساكت، فسكوته ما يدلش ان هو معاك. هو ساكت خايف انه يتكلم، لا يريد ان يعلن برايه. فانت تجد الان حتى في الرسائل العلميه تجد ان الباحث بيتقيد بالفكر العام للمؤسسة اللي هو فيها. ولا يحاول ان يجتهد. لانه هو رأي جديد. يخشى ان اجتهد فيعصف به، ولذلك احنا في او يعطل يعني. في الرسائل والابحاث العلميه لا جديد. نحن نعيد انتاج السابق فقط. طيب خلينا نروح للقضيه اللي كنا يعني اجلناها مرتين، وهي يعني تستخدم هذه العباره دائما لما يتكفر حد، اتقالت تقريبا مع كل الناس اللي علق في رقبتهم التكفير، انه انكر معلوما من الدين بالضروره. يعني ايه ده؟ اكل شيء صحيح لكن تطبيقه خطا. هو ايه اولا؟ ما هو المعلوم من الدين بالضروره؟ يقول العلماء هو الذي يعلمه الخاصه والعامه على سواء. يعني محدش ينكره، محدش ما يعرفوش. يعني انت لو سالت اي مسلم الزنا حرام، هتقول له شرب الخمر هيقول لك حرام. هتقول له ترك الصلاه هيقول لك حرام. ده معلوم من الدين بالضروره. لكن لما اجي انا ابحث بقى في قضيه فيها الراي والراي الاخر، دي مش معلوم من الدين بالضروره. حتى العلماء يقولون ان الامور البدائيه الخفيه تحتاج الى تنبيه. والامور النظريه تحتاج لدليل. امر نظري استدلالي فكري يحتاج لدليل. طب ده نختلف فيه، ده مش معلوم من الدين بالضروره. امر بديهي خفي مش واضح عندي. وهو بديهي، لكن ده يحتاج لتنبيه، مش انه ما يبقاش معلوم من الدين بالضروره. معلوم من الدين بالضروره زي الشمس كده،
اجي اقول لك ما فيش حاجة اسمها صلاة، ما فيش حاجة. ومع ذلك العلماء يقولون انه هذا يناقش ويحاور ونشوف في القضية توصل لايه. فالمعلومة الدين بالدين بالضرورة انكاره هذا صحيح، لكن تطبيقه هي المشكلة عندنا، ان احنا بناخد القواعد كده العامة لكن لابد ان نحدد التطبيق. طيب هاخد رأي حضرتك برضو في قضية متعلقة بهذا الامر، انا بسميها التكفير الخفي. بمعنى انه هذه الجماعات وبعض الدعاة يقول لك لا احنا ما نكفرش حد، واحنا هتولنا دليل ان احنا كفرنا حد، لكن لما بتقرأ كتاباتهم بتجد انه هذه الكتابات فيها حكم عليه بالكفر، ممكن يستخدموا عبارات فيها لف ودوران او ما الى ذلك. فبرضو ظاهرة التكفير الخفي دي كيف ترصدها او كيف ترى؟ يعني ان حضرتك مثلا انت بتجد انه اول ما يكتب بتاع التيارات الدينية وكذا بيكتب اننا لا نكفر واحدا، وينص عبارات العلماء في الكتب كده، لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ده كلام تمام. لكن انا اما اجي اكتب واقول لك انك انت في هذا الكتاب ماركسي وانت مادي، او ان القرآن ده بشري، طب ما انا كفرتك باللازم كده. صحيح، ما دام انت قلت ان القرآن بشري ما هوش الهي، يبقى نفيت عن القرآن صفة الألوهية، يبقى في هذه الحالة كفرت. لكن في البحث هل لازم المذهب مذهب؟ فيقولوا لازم المذهب مذهب اذا كان اللزوم بينا. فانت لما تيجي تقول لي انت تقول ان القرآن بشري، طب ما انت بتكفرني. صحيح، وان لم تنطق بهذا يلزم لزوما بينا ان انا كافر. صحيح، يعني هو الدكتور محمد عماره مثلا لما عمل كتابه التفسير الماركسي للاسلام وكان ردا على الدكتور نصر ابو زيد، ما هو استخدم حضرتك من العنوان نفسه ما يجعل الناس تخرج بنتيجه. وبعدين العنوان برضو انا قرات الكتاب اكثر من مره، العنوان برضو استوقفني، يعني انا احب احلل يعني ايه التفسير الماركسي للاسلام. هل الاسلام لما نحلل بقى التحليل الفلسفي، وهو الدكتور زكي نجيب محمود عنده الفلسفه تحليل، تحليل اي شيء، فانت هل الاسلام يقبل التفسير الماركسي؟ تفسير الماركسي للاسلام، اذا انت كانك بتقول ان ممكن افسر الاسلام تفسيرا ماركسي. لا، هو كان بيتهم نصر بانه هو من انا فاهم. انا بحلل العنوان يعني. صحيح، هل هذا العنوان مستساغ؟ يعني هل الماركسيه والاسلام ممكن الاسلام يتحمل تفسيرا ماركسيا؟ طيب اذا كان يحتمل تفسيرا ماركسيا، انا على فرض انه يتحمل، يبقى انت بتكفر بيه ليه؟ صحيح، ده وجه يتحمله الاسلام، وجه من وجوه التحليل. التحليل ما دام الاسلام يتحمل، لان هو كمان هنا بيخاصم جزء مهم جدا في البحث العلمي، وهو فكره النظريه. يعني انا ادخل لظاهره ما بنظريه، اللي هي النظريه طريقه للفهم، طريقه للتحليل، طريقه للرؤيه. فحتى ممكن، لانه احنا لقينا كتب في مرحله معينه يقول لك اشتراكيه الاسلام. ايوه، كان مصطفى السباعي. يعني اشتراكيه الاسلام. أيوة، فاذا ممكن كل حتى النظريات الحديثه يمكن ان تكون مدخل من المداخل فهم الاسلام. وزي ما بقول لحضرتك انه مطروحه زي ما حضرتك تفضلت، يبقى مطروحه للنقاش، يبقى انت لا تكفرني ولا توديني المحاكم ولا تطلق مراتي مني، لانه هذا امر في وجه انك انت بتقول التفسير الماركسي للاسلام. هل الاسلام يقبل هذا التفسير الماركسي؟ إذا كان يقبله فلا بأس، يبقى دي وجهة نظر. وجهة نظر. فالعنوان نفسه في كلام. طيب، يعني احنا إذا هناخد من كلام حضرتك إنه الحوار عندما غاب بمقاصده اللي موجودة في القرآن الكريم أدى إلى هذه الظاهرة. طبعا. ظاهرة التكفير. طبعا. إنك أنت لا تقبل طرحا من آخر، ولا تقبل رأيا من آخر، ولا تقبل فكرة من آخر، رغم إنه المفروض أن تحاوره. وتحاوره على أرضية أنك يمكن أن تقنعه ويمكن أن يقنعك. أن يقنعك ولا ففيما الحوار؟ لكن أنك داخل للحوار بمنطق أنك تمتلك الحق المطلق ولا بد أن يقتنع هو، هذا أمر يخالف مقاصد الحوار في القرآن. طبعا. طيب، عندنا قضية مهمة برضو من القضايا وباب من الأبواب التي نطرقها، وإحنا بنحاول نبحث عن تفسير عصري وحديث للقرآن الكريم، هي
قضية الثابت والمتحول في التفسير، لأنه دي برضو من القضايا اللي يمكن بتثير كثير من الجدل، كثير من الإزعاج، كثير من اللبس فيما يتعلق بالقرآن الكريم. لكن إذا سمحت لنا نستكمل هذه القضية في الحلقة القادمة إن شاء الله. بشكر حضرتك الأستاذ دكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر. شكرا لحضرتك وشكرا لكم. الثابت والمتحول في تفسير القرآن الكريم. ووصينا الإنسان بوالديه، وهذا ثابت لا خلاف عليه. قال بوالديه المسلمين، هذا معنى ثابت. مش كل اللي النبي قاله يبقى الناس ملزمة بيه. طب هل احنا بنقوم بتربية وإعداد الدعاة بطريقة خاطئة؟ نحن في حاجة إلى دراسة الكثير من الأحاديث في ظرفها التاريخي. الرسول صلى الله عليه وسلم هناك كلام قاله كنبي مرسل. أولا اللباس عموما الدين ملوش دخل فيه. في كلام قاله كقاضي، يعني زمان النفقة اللي كانت تاخدها الست من جوزها غير النفقة الآن. وفي كلام قاله كقائد دولة. أنا بقول حرام. يعني الحكم حرام. لكن في نقطة أنت قفلتها لي كده خلاص.